دي تعالوا اطمنكم على حالة الجو. هيئة الارصاد بتقول النهارده في طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون حر على السواحل الشمالية ومائل للحرارة ورطب ليلا على كافة الانحاء. كمان هيئة الارصاد بتقول انه هيكون في ارتفاع النهارده في نسب الرطوبة على مدار اليوم، وده هيزيد من الاحساس بحرارة الجو، وهيكون في نشاط للرياح في بعض المناطق. ده بقى اللي بيلطف الجو شويه وبيدينا شعور بانه في نسمه هواء لطيفه. مين بقى اللي هيكسب، الرطوبه ولا الرياح اللي بتلطف الجو؟ انا الحقيقه مش عارفه، بس خلونا نعرف من اسماء وتفاصيل درجات الحراره. اتفضلي يا اسماء. الحقيقه يعني مش عارفه اقول لك ايه والله يا ايه، بس ايه بجد طمنتنا يعني الطقس حار، بس خلينا برضو نعرف بالتفصيل درجات الحراره في كل محافظات مصر الصغرى والعظمى بالتاكيد، وان شاء الله ما تكونش يعني حر قوي كده يعني. فخلينا نبتدي من القاهره. القاهرة والعاصمة الإدارية و6 أكتوبر 36 25 ماي، مش حر أهو يا آية، يعني درجات الحرارة معقولة. والإسكندرية والعلمين الجديدة درجات حرارة ممتازة مش حلوة، بس يعني بنتكلم في 33 23 أعتقد إنه، وإحنا كمان النهاردة 1 أغسطس يعني شهر 8، فأعتقد إن دي درجات حرارة لطيفة جدا. السلوم 34 23، دمياط 32 23، هي بورسعيد المنصورة والإسماعيلية دايما بتبقى نفس درجات الحرارة، حرارة 36 25. نكمل بعد كده للسويس برضو نفس درجات الحرارة متوسطات 36 25. روح شرم الشيخ دايما بنلاحظ في شرم الشيخ ارتفاعات في درجات الحرارة العظمى، النهاردة 39 برضو يعني أحسن من الأسبوع اللي فاتكم، نتكلم شرم الشيخ كانت 41، لكن شرم الشيخ 39 29. العريش 32 24 هي ورفح. نروح سريعا لطابة 36 25. سانت كاترين 33 18، والله درجات الحراره لغايه دلوقتي الحمد لله معقوله. الغردقه 38 29. نبتدي بقى في الصعيد وارتفاعات درجات الحراره في الصعيد. بني سويف 37 24، اسيوط 39 25، بدانا نلحظ الارتفاعات شويه في درجات الحراره. نروح طبعا للارتفاعات العظمى الاقصر واسوان. النهارده الاقصر بتسجل 41 درجه العظمى، الصغرى 27، اسوان 2 40 28. هنا في ارتفاعات في درجات الحراره، لازم ناخد بالنا ما نقفش لفتره طويله في اشعه الشمس بشكل مباشر، ودايما بناكد على حضراتكم نشرب ميه بشكل كبير بشكل متواصل، ان احنا برضو نلبس ملابس قطنيه. شلاتين 39 29، حلايب 36 30، واخيرا الوادي الجديد 42 25. فطبعا شايفين درجات الحراره الاقصر واسوان هي اللي بتسجل الارتفاعات كبيره جدا.